ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي، تم إطلاق سلسلة ندوات مبادرة القاهرة عنواني تحت عنوان أرواح في المدينة. تناولت حكايات وقصص 100 سنة في عمر القاهرة من واقع الصحف والمجلات المصرية النادرة، واللي تضمنت مجموعة من القصص والحواديت عن أماكن وفنون القاهرة. اختيار القاهرة عاصمة للعالم الإسلامي ثقافيا هذا العام هو أمر مستحق وأمر منتظر، والقاهرة لما تحب توري عندها إيه فالحقيقة بتبقى مبهرة للجميع. القاهرة عمرها 1053 سنة، بلد فيها كل التنوع اللي حصل في التاريخ هتلاقيه موجود عندنا، ثقافيا عرقيا مذهبيا كل حاجة عدت على القاهرة هضمتها وعملت الشخصية العظيمة لمدينة القاهرة شخصية مصرية. البداية في ان انا اعمل عرض معرفي مختلف، يعني ايه؟ يعني احكي قصص ارواح زارت هذه المدينة. الارواح دي ماتت ويعني اصحابها اتدفنوا، لكن الارواح ما زالت هائمة، ما زالت ممكن استحضارها بقصصها اللي بتعرفنا ان بلدنا دي عظيمة جدا. من 100 سنة بنت مصرية كانت بتعمل اشياء العرب كلهم بعدين بصين، مش الشرق كله مش العرب بس، انه ازاي بنت مصرية بتعمل ده. من 100 سنة بنشوف دولة بتقوم في مصر وفيها برلمان وفيها حكومة وفيها أحزاب وفيها انتخابات وفيها أشياء عظيمة جدا اللي هي بتدي معيار الدولة. من 100 سنة بيتبني قبة جامعة مفيش في جمالها، بيتبني قبة برلمان مفيش في جمالها، بيتبني كوبري قصر النيل يعني يدار أهم الكباري القديمة في العالم. الاسم حتى أرواح في المدينة لفتت نظري، واللي طلعت بيه أنا طلعت بذكريات حلوة قوي. ومن اهم الحاجات اللي عجبتني قوي ان يعني فكره الاحتفاء بالست المصريه، وانه كانت الست المصريه يعني ليها احترامها وليها دورها، فده كان شيء لطيف. يعني ندوه رائعه بيجيب لك الفن، تاريخ الفن، تاريخ المرأة المصرية، ازاي الامثال الشعبية، ازاي الست المصرية. بنتطرق لحاجات كتيرة جدا، عرفنا مين اول طيارة، مين اول محامية، الحاجات دي بتفتح مخنا كويس جدا. عرفنا تمثال نهضة مصر كان فين واتنقل فين. لما بنشوف ان القاهرة بتنوعها في المساجد الأثرية، في شوارعها، في خططها، في تنوع رهيب لناسها من اختلاف الطبقات، اختلاف الثقافات المتنوعة الموجودة هنا في القاهرة، ضروري ان تكون طبعا القاهرة عاصمة للثقافة. استفدت انه احنا بجد عندنا الفن والموهبة والحضارة اللي المفروض تتقدر. احنا عند الاجيال الجديدة اللي هم في سني والناس الشباب لازم يعرفوا انه دي بلدهم وان دي العالم بيسميها أم الدنيا، هي أهم، هي أول حضارة وهي اللي فيها الجمال كله.